ابراهيم، ابراهيم معاه الكوره، ابراهيم يا سلام على المرور الجيد، اظبط العرضيه يا ابراهيم، عرضيه حلوه الكوره لبره، مين مين اللي واقف بره؟ مفيش حد واقف بره، الثلاثه دخلوا جوه منطقه، يا سلام على قطع الكوره الجميل، الله 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 على قطع كوره بشكل ممتاز يا باسل يا مدحت، كوره عند حمد لابد ان تكتمل بهدف الكوره دي، كوره جميله تسديده كانت من حمد، تصدى ليها حارس المرمى، تاني 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 تاني، الله 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 الله، قلت لك لابد ان تكتمل هذه الكوره بهدف، هدف رائع جدا جدا، وباسل مدحت هو السبب الاساسي في قطع الكوره مرتين، نقل الكوره لحمد، عرضيه تسديده الاولى والعرضيه الثانيه، يسجل منتخبنا المصري الهدف الأول عن طريق حازم عبد الكريم، شبيه أسامة فيصل في طريقة اللعب، شوف قطع الكرة، يا سلام يا سلام على الجمال، إيه الجمال ده والإصرار ده؟ إيه الإصرار والجمال ده؟ رائع رائع باسل مدحت، كرة لحمد، عرضية أو تسديدة من حمد، عادت له الكرة من جديد عشان يلعب كرة عرضية بقدمه اليمنى، يطير عليها على طول أو يلعبها برأسه اللاعب حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي، ويحطها برأسه بشكل كويس جدا على يسار حارس المرمى، قلت منذ دقائق أو منذ ثواني قليلة لابد أن تكتمل هذه الكرة بهدف، هدف أول لمنتخبنا المصري يسجل عن طريق حمزة عبد الكريم، وإصرارك و مقاتلتك من أجل الكورة وإصرارك وفدائيتك من أجل منتخب مصر واستخلاص الكورة هو اللي وصلك للهدف ده، هو اللي وصلك لهدفك الأول ده، إزاي باسل مدحت وقع وعمل التاكلينج، وأدي اللمسة، طعم من جديد، تمريرات متبادلة والكرة في وسط الملعب، ادي الضغط وادي استخلاص الكرة، حمزة مع الكرة تمرير للأمام ولكن الدفاع، وهنا بقى الكرة يستعيدها ترجع تاني، لسه لسه المباراة فيها أهداف، لسه الشكل ده والمساحات اللي موجوده في الخط الدفاعي فيها اهداف، فيها اهداف من اليمين، الكوره لمسه وانطلاقه لصالح محمد جابر، هيلعب عرضيه، محمد جابر حلوه الكوره، راسيه، تهيئه الكوره، تسديد، الهدف الثاني، جول، الهدف الثاني لمنتخبنا، لمنتخبنا في دقيقه كام بقى؟ الدقيقه 52 اللي قلت لك عليها من دقيقتين قلت لك عليها من دقيقتين، هدف ثاني بلال عطيه يسجل الهدف الثاني لاعب النادي الاهلي، وهي ليله ليلة ممتازة وهدف رائع، شفت تهيئة الكرة عاملة ازاي من حمزة عبد الكريم، شفت التعامل بشكل جيد ازاي، شوف العرضية، شوف العرضية هنا، الكرة دي ما فيهاش تسلل، كانت لنمرة 9، التانية هل فيها تسلل على بلال ولا لا، هدف تاني لمنتخبنا في الدقيقة 52 بعد عرضية كانت ممتازة من 22 محمد جابر، كمل عليها القائد بلال عطية عشان يسجل الثاني في الدقيقة 52، 2-0، والحقيقة قراءة المشهد وقراءة الأهداف وسيناريو الأهداف المسجل بالنسبة لمنتخبنا، الفرص الكثير، عجبني قوي قوي حمزة عبد الكريم، عجبني قوي قوي حمزة عبد الكريم وازاي واثق من نفسه، وخلف لي المنتخب الأردني من ناحية اليمين، لعبت الكرة عرضية في منطقة الجزاء، رأسية، والهدف الأول، والهدف الأول للمنتخب الأردني، وهدف تقليص الفارق عن طريق نمرة 13 اللي سجل الهدف، وهو اللاعب البديل اللي اتكلمت عنه كتير، معتز غيث، معتز غيث يسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني في الدقيقة 83، هيشعل الأمور والمباراة ممكن يعني تبقى مشتعلة أكتر في السبع دقائق المتبقية دي، يسجل معتز غايف الهدف الاول، شوف الكرات الثابته وازاي هرب وازاي لعب الكره بالراس ويحط الهدف الاول، اللاعب معتز غايف والكوره في المرمى، اتكلم على 2-1، صناعه من 14 عز الدين المصري ويحط الهدف الاول، اللاعب البديل معتز غايف،